عادل عيني يا نعم. شو روحي والله صار للدبانة دكانة وصار تسكر على بكير. هذا أنتي لك تضربي ما أغلظك، بعدين وينك؟ احترمي حالك، هذا محل شغلها. حبيبتي ما بدي إياكي، بدي معلمك. معلمي؟ اتعلم العصي عجنابك إن شاء الله. عفوا ست لبنى لا تواخذينا، قصدي الدكتور. والله يا حبيبتي الدكتور لسه ما اجى، آسفة أنا، بس تحبي تتركي له رسالة؟ إيه والله يا لبونة سجلي عندك، قولي له إنه عنده أغلى سكرتيرة وألز رفيقة إلي على لحظة لحظة نور. صباح الخير. مرحبا. أهلا دكتور. شو كيف شفتيني الشغل عنا؟ والله لسه ما بين معي شيء، يعني ماني لسه عم بلش. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب ماشي خلينا نبلش بأول مريض. إيه على عيني. ألو نور، لساتك معي في الخط؟